اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من البلو اوشن استراتيجي كورس، وحنستعرض فيها قصه نجاح شركه سيرك الشمس الكندي وكيف تصدرت يا جماعه مبيعات صناعه السيرك العالمي. خلينا اول شيء نستعرض مؤسس هذه الشركه، هو جي لليبرتي. هذا اخوان الفاضل مؤسس هذه الشركه، اليوم يعني يعتبر من اثرياء العالم، طبعا بثروه تقدر مليار و370 مليون دولار. ايضا شركه سيرك الشمس الكندي اليوم اخواني الفاضل يعني تصدرت قائمه الايرادات في صناعه السيرك، واللي تقريبا تقدر بمليار و380 مليون دولار. اخواني الفاضل هذه الشركه كانت عباره عن مجموعه من الهواة، شوفوا كيف هذا مؤسس الشركه كيف العبقري طبق البلو اوشن استراتيجي ومميزاتها وتحركاتها الاستراتيجيه وادواتها والمصفوفه الخاصه بها الماتريكس اللي احنا استعرضناها قبل هيك اخواني الفاضل في الكورس العملي على قناتي، تحب يعني ترجع للقناة هتلاقي هذا الكورس إخواني الأفاضل. هذا طبعا الكورس يعني عبارة عن حلقات عملية، إن شاء الله هذا أيضا يعني تجد فيه فرصة رائعة أن تطور نفسك وتطور منهجية العمل الخاصة بالبزنس أو الشركة أو المنظمة الخاصة بك أخي الفاضل. طبعا هذا مؤسس الشركة إخوان الفاضل جي لليبرتي، اليوم بذكاء رائع وتطبيقه لهذه الاستراتيجية أصبح يعني يقاد شركته إلى صناعة سيرك يعني مميز. كيف يعني؟ طبق المصفوفة، يعني جمع بين الأداء المسرحي الموجود في عالم المسرح وبين أداء طبعا شركات السيرك إخوان الفاضل التقليدية، جمع يعني عمل هجين وخليط إبداعي. طبعا هو يعني ابتكر بعض الأشياء الرائعة، يعني خلينا نقول هو استبعد مثلا عروض المخاطر، عروض البهلوانية الخطرة، الضحك يعني قلل من نسبة الضحك، أيضا أدخل الأداء القصصي والمسرحي والبهلواني وأيضا الباليه، فني الباليه أدخله في هذا في هذه الصناعة. فبالتالي أصبحت اليوم شركة إخوان الفاضل هجين مميز ورائع من عالم المسرح ومن عالم السيرك، فبذلك هو ارتقى بشركة الى قمه صناعه طبعا شركات السيرك، وطبق البلو اوشن استراتيجي اللي هي بترتكز على ركيزه او الحجر المصفوف الاساسي اخوان الافاضل، انه احنا قديش في امكانيه نقلل التكاليف وقديش في امكانيه نعلي من الادد فاليو او من الباير فاليو، بنصل للفاليو انوفيشن، وهذا ان شاء الله حنتكلم عنه بشكل مفصل وكثير اخوان الافاضل في الكورس الرقمي اللي حنرفعه باذن الله تعالى الشهر القادم. كورس رقمي مميز حيجمع ما بين جانب تطوير الذات ما بين جانب ايضا تطوير البزنس من خلال بلو اوشن استراتيجي. فانتظر هذا الكورس على قناتي على ايضا الموقع الخاص بي اخواننا الفاضل، حيكون بسعر رمزي جدا. واللي طبعا ما بحب يشتري هذا الكورس، احنا موجود عندنا ايضا كورس عملي على قناتي بشرح الاساسيات البسيطه، لكن الكورس الرقمي راح يكون على موقع اخواننا الفاضل، هو كورس من يعني الاول من نوعه، يعني ما في كورس مثيل له. وإذا أنت اشتريت هذا الكورس أنا بوعدك أنه حتتغير حياتك سواء في جانب تطوير الذات وفي جانب البزنس. ليش خلال الفضل؟ لأنه إحنا جمعنا في هذا الكورس فكرتين، الجانب الأول هو كيف أطور ذاتي وأسس ذاتي اللي هو في جميع المجالات، سبع مجالات حنتناولها في جانب تطوير الذات. هذه أخوان الفضل حتكون قاعدة انطلاق أنه أنت تأسس بزنس صح، اوكي؟ وحنتكلم عن هذا الكورس بالتفصيل في الحلقات القادمه، وربنا يوفقكم ويسعدكم، بتمنى لكم يعني نهايه اسبوع رائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.